لو حضراتكم من هواة السينما العالمية، في فيلم أنتج في منتصف الستينات سنة 63 تقريبا اسمه الهروب الكبير. الهروب الكبير ده فيلم رائع، بيحكي قصة هروب مجموعة من الأسرى من أحد السجون شديدة الحراسة في زمن النازية، في زمن ألمانيا النازية. والفيلم طبعا طويل، و بيوري لك ازاي هؤلاء الأسرى نجحوا في حفر انفاق. طبعا الفيلم يعني فيه تفاصيل كتيره جدا، لكن يمكن عدد قليل من الأسرى دول، كان عددهم تقريبا فوق ال 200، عدد قليل جدا، حوالي 3 ولا 4 مش فاكر قوي لان انا شفت الفيلم من زمان. عدد قليل جدا نجح انه من خلال النفق اللي هم عملوه تحت الارض في السجن انه يخرج ويهرب من سجون النازيه. السيناريو ده اتكرر النهارده الفجر. النهارده الفجر 6 من الاسرى الفلسطينيين المعتقلين الفلسطينيين في احد اشهر السجون الاسرائيليه فروا من السجن بحفر نفق تحت الارض من زي ما حضراتكم ممكن شايفين دلوقتي في الفيديو. عملوا نفق استخدموا لحفره معلقة مصدية، يعني تخيلوا معلقة مصدية استخدموها في حفر نفق تحت الحوض بتاع الغسيل في التواليت. وطبعا هذا الموضوع هو حديث الساعة دلوقتي، مش بس في إسرائيل ولكن في فلسطين. طبعا الإسرائيليين جات لهم صدمة كبيرة جدا، لأنه هذا العمل يعني ضربة كبيرة جدا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. 6 من أهم الأسرى الفلسطينيين نجحوا في هذا في الهرب، لأنه يعني الكلام دلوقتي بيدور يعني، وإحنا بنشوف ردود الأفعال داخل إسرائيل نفسها. يعني وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اسمه عمر بارليف بيقول إنه عملية الهروب دي كانت يعني مخطط ليها بشكل دقيق للغاية، وبالتالي كان من المحتمل أن تكون هناك مساعدة خارجية. يعني برضو نفس اللي اتكرر في الفيلم، فيلم الهروب الكبير، لما كانوا أهالي الأسرى أو أهالي المعتقلين كانوا يروحوا يزوروهم، كانوا يزودوهم بخرائط لألمانيا، يزودوهم بأدوات بسيطة تساعدهم في الحفر وهكذا مع كل زيارة يعني. فوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اسمه عمر بارليف بيتكلم عن إمكانية أنهم يكونوا حصلوا على مساعدة من الخارج. وطبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قال أنه ده حادث خطير. وطبعا في المقابل بقى الإخوة الفلسطينيين اهو دي الحفرة اللي هي المخرج اللي خرج منه 6 أسرى، منهم طبعا يعني أحد القيادات الكبيرة في المقاومة الفلسطينية الزبيدي. حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قالت إنه هذا العمل عمل بطولي كبير. وطيب معايا الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عبر الهاتف من الإسكندرية. دكتور أحمد مساء الخير يا فندم. دكتور أحمد، طيب يبدو أن صوتي مش واصل للدكتور أحمد فؤاد أنور، لكن زي ما قلت لحضراتكم دي صور الأسرى الفلسطينيين اللي كانوا في السجن الإسرائيلي، والستة خرجوا. طبعا في كلام كتير بيقول أنه 3 منهم دخلوا إلى الأردن، 3 لا يزالوا في الأراضي الفلسطينية. بالتأكيد هناك هزة كبيرة لجهاز الأمن الإسرائيلي، والتحقيقات تجري على قدم وساق في إسرائيل وفي الحكومة الإسرائيلية، لأنه لطالما يعني افتخرت إسرائيل وافتخرت الأجهزة الأمنية
الإسرائيلية بأنها يعني إجراءاتها شديدة الدقة ولا يمكن أن ذبابة تخرج من السجن، فما بالك بستة من الأسرى الفلسطينيين استطاعوا الخروج من هذا السجن، اسمه سجن جلبوع أو جلبوع، مش عارف النطق السليم بتاعه إيه، لكن الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور رجع لي دلوقتي مرة تانية. بمسي على حضرتك يا دكتور أحمد. أستاذ دكتور نشيد سعداء بالتوافق المتابعة، النطق الصحيح جلبوع، يعني هو في شمال إسرائيل على حدود الضفة وعلى بعد حوالي عشرات الكيلومترات فقط من الأردن. ده معنى ان كان في زكريا الزبيدي هذا من ابطال المقاومه في جنين ومعه خمسه اخرين من حركه الجهاد الاسلامي، استمروا على مدار خمسه اشهر يحصرون رفقا يعني داخل السجن الاسرائيلي، استطاعوا ان يحققوا المراد في سريه وان يتخلصوا ايضا من الركام الذي يتم استخراجه من هذا النفق. اعتقد ان كما تجند اسرائيل عملاء ليها بين السجناء، الجانب الفلسطيني جند من السجانين من ساعد، لان هناك دكتور عمرو تسع كاميرات مراقبه وزائد برج الحراسه، فبرج الحراسه الذي خرجت منها المجموعه المقاومه كما نشاهد على الشاشه حاليا ملاصق لهذه الفتح. قيل ان المسؤوله عن هذا البرج كانت نائمه، لكن عمليه الحصر على مدار خمس شهور بدون ان يتمكن عملاء الاحتلال من ان يبلغوا بهذه المعلومه وان يخرج الى الخارج هؤلاء السته، اعتقد ده خطوه تدل يعني على مكانه التخطيط وصحته، واستفادتهم ايضا من تصميم السجن كان موجود على الانترنت، وده تم اكتشافه بعد الهروب وتم اخفاء الموقع بالكامل، يعني الشركه المقاولين الذين شاركوا في البناء كانوا واضعين المخطط، وليس صحيحا ان هناك فراغات انما تم استغلالها، وتم حصر المسافه بالكامل بمعلقه او ما شابه من ادوات الطعام البسيطه، وتمكنوا من حصر هذه المسافه وليس استغلال الفراغات. انا عايز اكد على نقطه ان هؤلاء معتقلين اداريين كما تصفهم اسرائيل او معتقلين امنيين، هذا تفسيره هذا المصطلح الناعم او الخادع، ان لا توجد محاكمه ولا توجد ادله، ان هؤلاء بلا دليل تم اقتيادهم من السجن دون ان يعرفوا عقوبتهم. طيب. ولا الداخل الإسرائيلي، وأنا عارف أن حضرتك يعني من القلائل المتابعين للداخل الإسرائيلي، الوسائل الإعلام الإسرائيلية، الوسائل الإعلام الإسرائيلية بتقول إيه دلوقتي؟ يعني صدمة، لأنها وكبت عيد السنة الهجرية اليهودية، وبالتالي كانت صدمة مضاعفة من هذا الإهمال المركب، إن كاميرات لم يتم متابعتها بشكل جيد، نفق يتم عمله في خمس شهور لكن لا يتم اكتشافه، برج الحراسه المناصر لا يقوم باكتشاف هؤلاء، وبعد ساعتين من الهروب بعد اجتيازه من الجبل المناصر بعد امكانيه التحكم بالصفوف الفلسطينيين في الضفه تم اكتشاف الواقع. فهذا هو الصدمه المركبه، ان في عيد وان متخيلين هذا الشيء سجن شديد الحراسه وايضا مزود بتكنولوجيا لقطع المحادثات الهاتفيه والانترنت حتى لا يمكن تسهيل التواصل مع من هو في الخارج، وبالتالي ترتيب سياره للانتقال والهروب بعيدا. في كلام بيقال انه تلقوا مساعده من سجناء اسرائيليين، هل الكلام ده يعني قريب من الصحه؟ يعني في بالمنطق كان في سجانين شاركوا في هذه العمليه بغض الطرف باداره الظهر بالهاء الاخرين عن متابعه الكاميرات، لان تسع اشخاص وليس شخص واحد مسؤولين عن مراقبه الكاميرات، فهذا الامر يعني يدل عن رشوات رشا ممكن تكون مخدرات ممكن تكون مال، انما كان في تسهيل ايضا من الخارج، اعتقد طيب. عربيه نقلت مجموعه، وزي ما حضرتك سمعت ان يتم الاقتراب من الحدود مع الاردن، والخوف الكبير لدى الراي العام الاسرائيلي ان تجري هذه المجموعه
عملية مقاومة داخل الخط الأخضر. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث في جامعة الإسكندرية والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية.